هاخد نقطة تانية من كلام خالد واروح لنقطة مهمة جدا، ليه المنتخب بيظهر بالمستوى ده اللي مش مرضي لينا؟ رقم واحد عامل الوقت، المنتخب اتجمع قبل المباراة 3 ايام، هتقول لي دي اجندة دولية ضد النظام؟ هرم السؤال. لا وانا هسيبه هرم السؤال. انا ما هردش، بالعكس ده انا هجاوب على السؤال، هجاوب بس انا عايز اقول بس ارد على السؤال الاولاني. رقم واحد ضيق الوقت، رقم اتنين هناك فقدان للثقة ما بين الجهاز الفني واللعيبة من ناحية وجماهير الكرة المصرية من ناحية تانية، في حتة فقدان ثقة ما بين الطرفين. عارف مثل في عندنا في الصعيد يقول لك ايه؟ حبيبك يبلع لك الزلط. انت لو الموقف عادي هيعدي ما فيش مشكله وهتلتمس الاعذار، لكن في مشكله جوه المنتخب، في مشكله جوه المنتخب. جزئيه الكابتن اللي بيتكلم عليها عم خالد، المشكله ايه؟ مشكله ان الكابتن مش على قدر، لازم صلاح يعدل الموضوع. انا وجهه نظري ان فيتوريا عليه دورا ان يعطي الفرصه لمن يستحق، يعني بمعنى اصح انا دي وجهه نظر شخصيه بحته، احمد مصطفى زيزو افضل في بعض الفترات لقياده الجبهه اليمنى، دي وجهه نظر. ممكن تكون انت بتدي محمد صلاح كنجم عالمي وكلاعب كره كويس جدا، محدش مختلف عليه كدوره وكاسمه في ماتشات معينه بليه اهميه، لكن احمد زيزو انت تقصد ان زيزو يلعب باكات صلاح؟ لا مش في كل الاوقات، انا بتكلم في اوقات معينه بيبقى زيزو اعلى. يقعد دكة بدلاء، ايه المشكله؟ ما رونالدو بيقعد دكة بدلاء، ميسي احيانا بيقعد دكة بدلاء، ايه الازمه؟ انا اتكلمت في القائد ده عايز اقعده خالص. لا انا بقول لك انا بتكلم في شق فني، انا ما بتكلمش على قائد، بتكلم شق فني. في اوقات معينه محمد صلاح بيبقى جاي لك. انا الحقيقه انا شخصيا يعني كراجل فني شويه او بفهم في الكوره شويه، نرفض الكلام ده تماما تماما. وهي وجهه نظر. قد يكون مجرد وجود محمد. انت اتفرجت على ماتش زامبيا؟ طبعا. طيب ماتش زامبيا محمد صلاح وقوفه بيوقف معاه على الاقل 2 او 3، في حاجه اسمها في الكوره بتخوف. ماشي بتخوف. برافو عليك، بتخوف. اللي هو ايه؟ انا واقف ما بتحركش ما بجريش ما بعملش ما ببصيش، والكره بتطلع من تحت رجلي وبتعدي وبتاع ومش عارف ايه، بس انا على الاقل واخد 2 وعيون بقيه الناس. يعني ايه عيون بقيه الناس؟ على فكره صلاح دلوقتي في التوب بتاع مستوى، انا بتكلم في اوقات سابقه. لا لا انا بتكلم بشكل عام. صلاح لا يمكن في التوب، في النوب، في البتاع، في النص، في تحت، في البتاع. وجهه نظري اي كلام. وجهه نظري انه طبعا طبعا نختلف.